اذا ما اعطاك فلوس ولا شيء زي ما انصدمت سيارتك خمس طالع 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 اختفوا مره واحده 15 تطلع من قلبك في سياره ما اصدم اني رحت الله لو خليتها ما تحرك حركه لا في كاميرات في حاجات ما علي كذا خاربه امسك السياره وسوقين شلت قدامك صدم بالصدام انا اخذت عمر الحكومه تدفع فيها التامين 300 ريال ايش اصدم ديك حديد يا رجال من الجموس البديع اصدمه وهو يمشي على رجوله لا والله ما تصدمه لا والله هدية 300 تم يدفعها التامين لا والله ما يدفعها التامين لا والله والصيام شهرين عليه وذا قالوا قبيلته والله نبغى فيه ملايين ما له دخل لا والله يا حبيبي في تامين يحميك انت ما ذبحتي متعمد ما في تامين السكر انخفض عندي لا 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 ما في لا والله الحين الحين الناس يتمنون انه واحد يتصور لا لا يتصور كذا انا بثبت هذا بس الحين لا مات الواحد يفرحون يعني جاء خطيه من قبيلته يلا نبغى 10 ملايين نبغى عشان يستفيدوا القبيله بعد تستفيد كلها كذا والله هني بس شكلهم راح يتمشون في جلستهم برا راح عندهم وقال علاجات حلو علاجات طبيعية تدليك ومدري ايش الحين تجي تسوي لك كذا تقرصه